معنا ومعكم الدكتورة نجاح عبد الكريم خاطر، أخصائي أول ألف مكتبات بمدرسة بني عدي الإبلية الرسمية لغات بمنفلوط محافظة أسيوط، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المكتبات المدرسية النموذجية. أهلا بك أستاذتي ومبارك عليك. ربنا يخليكي، أهلا وسهلا بيكي وأهلا وسهلا بكل أعضاء الجمعية. أهلا بك. بداية، وقبل أن يتطرق الحديث أو النقاش حول المسابقة، نود التعرف أكثر على الحياة العلمية أو العملية للدكتورة نجاح خاطر، وكيف عملت أو تدرجت إلى أن وصلت إلى أخصائي أول ألف مكتبات بالتحديد؟ اسمي نجاح عبد الكريم أحمد عمر خاطر. الوظيفة أخصائي أول ألف مكتبات ومعلومات بمدرسة بني عدي الإبلية الرسمية للغات. من أول مرة دخلت فيها المكتبة فهمت إن أنا قدام تحدي صعب جدا، وقبلت التحدي. حاولت أستقطب أعضاء المجتمع المحلي عن طريق ندوات، محاضرات، نشرات ثقافية في موضوعات تلبي احتياجاتهم الاجتماعية، تربوية، نفسية، دينية. كمان بدأت أفتح أبواب المكتبة للمجتمع المحلي استفادة من مقتنياتها. المكتبة عندي بتقدم للمستفيدين أكتر من خدمة زي الاطلاع الداخلي، إعارة خارجية، رد على استفسارات، خدمة مراجع، حطة جارية، بث انتقائي للمعلومات. كمان في خدمة تصوير، خدمات بيبلوغرافية بكافة أنواعها. نعم أستاذتي، من الرائع أن تدعم المكتبة طلابها، ومن الرائع أكثر أن تحصل المكتبة على سيدة عظيمة، كما علمنا أنها من ذوي القدرات الخاصة، استطاعت وعن جدارة أن تحصد المركز الأول، متحدية كل الصعاب وضاربة المثل في الإصرار والعزيمة بأن لا شيء مستحيل على من يحاول، لتكون مثالا مشرفا لكل أخصائي المكتبات. أستاذة نجاح، نكمل حديثنا عن مسابقة المكتبات المدرسية النموذجية. أطلعينا أكثر إذا تفضلتي عن طبيعة المسابقة وكيف جاءت فكرة المشاركة فيها. عزمت ان انا اخد المسابقه دي على مستوى الجمهوريه من سنه فاتت بالظبط. ومن اول ما نويت ان انا اخد التجربه، اداره المدرسه والمعلمين والطلبه كلهم تعاونوا معايا، كلهم تكاتفوا. كنا يعني اشبه بخليه نحل في ظل عقبات مفترض انها بتواجه الجميع مش احنا بس، في اجراءات الصرف من المخصصات الماليه. ما فضلناش واقفين مكتفين ايدينا، لا مستنيين الدعم بتاع الاداره التعليميه او المديريه، لا بالعكس. تكفلت المدرسه والمجتمع المحلي بكافه المتطلبات والتجهيزات. في مجموعه معايير بيتم من خلالها تقييم المكتبات المدرسيه. التركيز فيها بيكون على مجموعه عناصر، زي مثلا اخصائي المكتبه، مؤهله، الدورات التدريبية اللي حاصل عليها، دوره في إعداد المكتبة واكتشاف الموهوبين وتنمية مواهبهم، كمان المكتبة والأساس زي الموقع، المساحة، الإضاءة، التهوية، سواء كانت طبيعية أو صناعية، الأساس، المظهر الجمالي، اللافتات الإرشادية، لوحات كده. في العنصر الثالث مجموعات المواد، الكتب، الدوريات، مواد وأجهزة سمعية وبصرية، أعداد ونوعية المجموعات في المكتبة إيه، العمليات الفنية اللي بتتم على المواد دي. 4 النشاط الثقافي والتربوي زي ألبومات، ملخصات، صحافة المكتبة، الإذاعة، البرامج التوعوية اللي بتعملها المكتبة في المناسبات الدينية والقومية، مدى تفعيل الكتب بتاعة المشروع القومي. 5 الخدمات بمختلف أنواعها، الخدمات اللي بتقدمها المكتبة بمختلف أنواعها بالإضافة لفترة النشاط ومدى تنفيذها. 6 إحصاء النشاط المكتبي. 7 المهارات المكتبية اللي بيكتسبها الطلاب من خلال المكتبة. 8 الشؤون المالية والإدارية، الجرد السنوي، حصيلة المكتبة وأوجه الصرف. 9 التجديد والابتكار، عمل أنشطة، ابتكارات هادفة بتخدم الأهداف بتاعة المكتبة. على مدار سنة كاملة كنت بشتغل. بدأت كل يوم رحلة الشغل من الساعة 4 الفجر لحد 11 بالليل عشان أقدر أكمل الشغل المطلوب قبل الميعاد. ودلوقتي الحمد لله ربنا كرمني، وصلت مقتنيات المكتبة عندي ل 5816 عنوان.
بالإضافة لدوريات عامة ودوريات متخصصة، عندي كمان مواد سمعية ومواد بصرية ومواد سمعية وبصرية. ودي يوم الامتحان زي ما بيقولوا، يوم 17 فبراير 2019، ده كان يوم التقييم للشغل اللي أنا عملته كله. بعدها بحوالي شهر تقريبا من التاريخ ده، كانت النتيجة اللي ياما حلمت بيها زي ما بيقولوا، وهي المركز الأول والفوز بدرع التفوق المكتبي الذهبي. فشكرا لكل من مد لي يد العون، والحمد لله الذي أراد لي التوفيق. تمام، إذا دكتورة نجاح خاطر أخصائي أول ألف مكتبات بمدرسة بني عدي الإبلية الرسمية لغات، شكرا جزيلا لك ومبارك عليك مرة أخرى، ومتمنين من الله لك دوام التوفيق والنجاح والازدهار بإذن الله. ربنا يخليكي، ربنا يبارك فيكي، وشكرا خالص على هذا اللقاء، وشكرا خالص للأعضاء الجمعية، وشكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي عشان أوصل للي أنا وصلت. شكرا لك مرة أخرى.